السلام عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اعزائي الكرام، والذي من خلاله هو اخيرا يعني فرانس فوتبول التي تقدم لنا هذه الجائزه، جائزه البالون دور، رسميا اعلنت عن يعني نتائج ترشح لاعبيها ال30 اللي ترشحوا لجائزه البالون دور. والقفزه والمفاجاه كانت اعزائي الكرام في مرتبه رياض محرز في هذه يعني الجائزه، جائزه البالون دور لهذا الموسم. رياض محرز حرفيا قفزه نوعيه مقارنه بالموسم الماضي، ورياض محرز اعزائي الكرام توج بمكانه تليق باسم هذا اللاعب سواء على نادي مانشستر سيتي او حتى مع المنتخب الوطني الجزائري، ولكن المرتبه الخاصه برياض محرز وتفوقه على العديد من اللاعبين واساطير كره القدم جعلت الاعلام الانجليزي والجماهير الانجليزيه تتفاجأ حول يعني مرتبه رياض محرز. راح نتعرفوا على جميع التفاصيل اعزائي الكرام، فاذا كنتم تشاهدونا للمره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. بدون اطاله اعزائي الكرام، نجم الدولي الجزائري رياض محرز رسميا تواجد في المرتبه 12 من جائزه البالون دور. صراحه انا كانت عندي نفس يعني رده فعل الجماهير الانجليزيه، على بالنا بلي انه رياض محرز قدم مستوى كبير يعني مؤخرا مع نادي مانشستر سيتي، وهذاك المستوى كان قادر بلي انه يخلي رياض محرز من توب ديسا زي كرام توب 10 في هذه الجائزه، ولكن الشيء اللي خلاني يعني نقلل من رياض محرز في هذا الترتيب قبل ما يعلنوا عن الترتيب هو انه يعني مع المنتخب الوطني الجزائري حرفيا ما درنا والو، خرجنا من دور ال 16 او خلينا نقول ما تاهلناش من بال دور ال 16 في بطوله كاس امم افريقيا التي اقيمت بالكاميرون. كذلك اقصي المنتخب الوطني الجزائري من مونديال قطر سنه 2022، فاحنا كنا نتوقع باللي انه رياض محرز يعني راح يكون في المرتبه يعني من بين 30 الى 20، انا هكذا كنت متوقع، ولكن تفاجات صراحه مثل حتى يعني الاعلام الانجليزي وحتى الجماهير الانجليزيه. فكيفاش رياض محرز زي كرام توج بهذه المكانه، المكانه 12 في البالون دور، ورياض محرز كان حرفيا افضل من سيباستيان هالا لاعب بروسيا دورتموند، كذلك افضل حتى من فابينيو لاعب يعني نادي ليفربول، كذلك افضل من رافائيل لياو الذي يعني تواجد في المكانه 14، كذلك افضل من فيل فودن الذي تواجد في المرتبه 22. اين الاعلام الانجليزي ولا يقول كيفاش يعني رياض محرز افضل من فيل فودن؟ كذلك رياض محرز افضل من اسطوره كره القدم الا وهو كريستيانو رونالدو الذي تواجد في المرتبه 20. كريستيانو في المرتبة 20، رياض محرز في المرتبة 12، وصراحة برافو لرياض محرز، برافو لرياض محرز زي كرام على تواجده في هذه المرتبة في البالون دور. وطبعا زي كرام نستقبل بعض التعليقات الخاصة بالجماهير الإنجليزية. عندنا هذا المعلق صرح قائلا يعني شكون دار هذا يعني الترتيب؟ أنا أحب رياض محرز ولكن رياض محرز ما كانش أفضل من كانسيلو وكذلك فودين وهاري كين. يعني انا بالنسبه لي في نادي مانشستر سيتي رياض محرز كان افضل من هؤلاء اللاعبين. هو مع المنتخب الوطني الجزائري نعم ما كانش جيد، لان المنتخب الجزائري ككتله واحده ما دار والو، خرجنا كما قلنا يعني ما تاهلناش من بال دور 16 في كاس امم افريقيا، وقصينا من المنتخب الوطني الجزائري من مونديال قطر سنه 2022، ولكن مع نادي مانشستر سيتي كان متوهج. هذا التعليق صرح قائلا يعني رياض محرز صراحه يعني يستحق هذه الجائزه، قائلا ديزيرف الجيريان برنس يعني يستحقها رياض محرز امير الجزائر. اما بالنسبه للتعليق الموالي صرح قائلا رياض محرز يستحقها، وطبعا هي واز اون فاير لاست سيزون، يعني رياض محرز كان متوهج مشتعل يعني الموسم الماضي. كذلك هذا المعلق صرح قائلا حتى جماهير السيتي يعني متفاجئه من تموقع رياض محرز في هذه الجائزة، في ترتيب رياض محرز في جائزة البالون دور. يعني الجمهور الإنجليزي وعشاق نادي مانشستر سيتي ما راهمش فاهمين كيفاش رياض محرز أفضل من فيل فودن والعديد من اللاعبين حتى من أبرزهم كانسيلو. بالنسبة للتعليق الموالي صرح قائلا علاش رياض محرز في مرتبة 12، يعني ما مأمنينش أقولهم باللي أنه رياض محرز في المرتبة 12. تعليق الموالي صرح قائلا لماذا جماهير نادي مانشستر سيتي يعني تفاجأت بمرتبة رياض محرز، هذا اللاعب يعني كان أفضل هداف الموسم الماضي صراحة. وبداوا أيضا يعملوا مقارنة بين رياض محرز وكريستيانو رونالدو، بما أن كريستيانو رونالدو في المرتبة 20 ورياض محرز في المرتبة 12، بداوا يجيبوا يعني إحصائيات اللاعبين، جابوا أنه رياض محرز زي كرام سجل فقط 11 هدف بينما كريستيانو رونالدو سجل يعني 18 هدف في 30 مباراة وكان أفضل من رياض محرز، ولكن التصويت كان عنده رأي آخر. تعليق الموالي صرح قائلا يعني واش دار هذا اللاعب هذا الموسم؟ تعليق الموالي صرح قائلا مرتبة 12 يعني ما مأمنينش. وهذا المعلق هو مشجع لنادي توتنهام كما راكم تشوفوا الصورة نتاعو اعزائي الكرام، وقال انه كيفاش رياض محرز افضل واعلى من هاري كين.
في الفودين يعني كان في المرتبه 22 رياض محرز افضل منه، كذلك الكسندر ارنولد رياض محرز افضل منه، كذلك هاري كين توج في المرتبه 21 بينما رياض محرز 12، عندنا المرتبه الاخرى فان دايك في المرتبه يعني 16 ورياض محرز افضل منه بطبيعه الحال، كازيميرو في المرتبه 17، يعني فالاهوفيتش يعني في المرتبه 17، لويس دياس في المرتبه 17 رياض محرز افضل منه، كما قلنا كريستيانو رونالدو في المرتبه 20، هاري كين في المرتبه 21، برناردو سيلفا في المرتبة 22 رياض محرز أفضل منه كذلك، ورياض محرز أفضل حتى من جوشوا كيميش الذي كان في المرتبة 25، وكذلك يعني العديد من اللاعبين الآخرين مثل أنطونيو روديغر وكذلك جواو كانسيلو الذي توج وتواجد في المرتبة 25 هو، وأيضا كريستوفر لاعب يعني لايبزيغ. أما بالنسبة لداروين نونيز يعني في المرتبة 25، ويعني رياض محرز أبهر ويعني جنن الجميع مؤخرا سواء الإعلام الإنجليزي أو حتى الجماهير الإنجليزية. هذا المعلق صرح قائلا رياض محرز في المرتبة 12، هالر في المرتبة 13، فابينيو في المرتبة 14، يبدو أنه هذا أسوأ يعني اللاعبين اللي يعني كانوا في هذه المرتبة. تعليق الموالي صرح قائلا رياض محرز في المرتبة 12 ووضع علامة استفهام متفاجئ ويسأل يعني كيفاش باللي أنه رياض محرز أفضل من سيباستيان هالر. وصراحة رياض محرز زي كرام يعني مؤخرا قدم مستوى كبير يعني جعله يتواجد في هذه يعني المرتبة في جائزة البالون دور. وطبعا رياض محرز في موسم 2017 كان في المرتبة السابعة، في موسم 2019 في المرتبة 10، في يعني موسم 2021 في المرتبة 19، واليوم الساكرة رياض محرز في المرتبة 12. يعني مقارنة بالموسم الماضي رياض محرز قفز قفزة نوعية صراحة في ترتيب البالون دور، فأنا أقول ألف مبروك لنجم الدولي الجزائري رياض محرز زي كرام بهذا الترتيب، أين جعل الجميع يتفاجأ، وأنا أيضا تفاجأت زي كرام بمرتبة رياض محرز، ولكن مستحقة وإن شاء الله القادم راح يكون أفضل لرياض محرز بإذن الله. وطبعا الفائز بالبالون دور قبل ما يتم الإعلان عنها أنا أتوقع، ولست أتوقع بل متأكد باللي أنه راح يكون يعني كريم بنزيما. فخبرونا رأيكم أنتم في صندوق التعليقات، وننتقل الآن إلى الخبر الموالي، خبر يعني أشعل الحديث الصحافة مؤخرا وعنده علاقة مع الكوتش جمال بالماضي. هذا الخبر الزي كرام من الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن عنده علاقة مع الكوتش جمال بالماضي، لأنه طرحت على هذا المدرب مدرب نادي ليستر سيتي الحالي سؤال أو أسئلة نفسها التي تطرح على الكوتش جمال بالماضي، ولكن يعني مالجري أنهم طرحت نفس الأسئلة والرد كان يعني متقارب بين بالماضي وكذلك هذا المدرب الخاص بنادي ليستر سيتي، إلا أنه العقلية بين الإعلام الإنجليزي والإعلام الجزائري كان عنده رأي آخر. كما تشاهدون الزاكرام الصحفي أكد وقال وطرح سؤال على يعني مدرب نادي ليستر سيتي قائلا: يقال أن بسبب راتبك الضخم الذي يبلغ 10 ملايين باوند في السنة هو السبب في عدم إقالتك. مدرب نادي ليستر سيتي يعني صرح قائلا: راتبي ليس حتى قريب من هذا الرقم، هذا السؤال هو سؤال مهين للغاية، أنا لم أسألك كم قيمة الراتب الذي تحصل عليه أنت كصحفي أو وجود عن خلافات التي بينك وبين مالك عملك. اللي قال بلي أنه هذا السؤال يعني ما لازمش تطرحه هنا في هذا البراس كونفرنس، يعني ما لازمش تطلع حي مثل هذه الأسئلة، أنا ما سألتكش أنت شحال راك تخلص كصحفي. وهذا نفس السؤال طرح على الكوتش جمال بالماضي، وبالماضي كان عنده نفس الجواب، بالماضي تقريبا كان عنده نفس الجواب يعني، ولكن يعني الإعلام الجزائري للأسف الشديد ما نقولش كامل، ولكن بعض الصحفيين يعني هاجموا بالماضي علاش راه يتعامل مع الصحافة بمثل هذه الطريقة. ولكن كي جاء هذا يعني مدرب نادي ليستر سيتي الحالي وجاء وأجاب بنفس طريقة بالماضي، ولا واحد يعني جاء كونتر ليه، لأنه سؤال مهين ويعني تكلم في الأمور التقنية، تكلم يعني عن اللاعبين، تكلم عن يعني سبب الخسارة أو سبب الفوز، ما تكلموش على هذه الامور. يعني بالماضي الراتب نتاعو اللي راه يدخله مع المنتخب الوطني الجزائري ربي يسهل عليه، راه خدام قادر يجيب مدرب اخر يخلص يعني قادر اكثر منه ولا اقل منه، انت واش دخلك عزيزي الكريم؟ طبعا الزي كرام هذه النقطه بغيت نشاركها معاكم، وكتبوا لنا في صندوق التعليقات، هي نفس الطريقه ونفس الجواب، ولكن الاعلام نتاعنا كان عنده راي اخر والجمهور نتاعنا كان عنده راي اخر اتجاه اجابه الكوتش جمال بالماضي، بينما الاعلام الانجليزي تقبل الوضع بكل يعني بكل احترافيه وقالوا بلي انه مثل هذه التصريحات ما لازمش يعني تسال للمدربين. فما هو رايكم انتم في صندوق التعليقات؟ انا ماذا بيا في الندوات الصحفيه يسالوا المدرب الكوتش جمال بالماضي حول اللاعبين، علاش ما جبتش اللاعب الفلاني، علاش جبت اللاعب الفلاني، اعطينا بعض فوائد هذه المباراه الوديه على سبيل المثال. ما تروحوش بعيد، ركزوا على الامور التقنيه التي تتعرض يعني التي تتعلق عفوا بكره القدم، وما تركزوليش على الامور الاخرى التافهه. هذاك يبقى بينه وبين الاتحاد الجزائري لكره القدم شحال يخلص،
هذا كيبقى بينه وبين الاتحاد الجزائري لكرة القدم الذاكرة. كان هذا فيديو اليوم، خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.